السلام عليكم الخوت، صباح الخير عليكم. تبارك الله عليكم في هذا الفيديو الجديد. نتمنى من الله تكونوا في احسن حال وفي صحه جيده وانتم كتفرجوا في هذا الفيديو. كما القاعده، فيديو جديد مباشره معكم من شاطئ راس الماء كاب دولو. تبارك الله، هذا النهار الجو هذا شويه البحر هايج كما كتشوفوا، البحر هايج، وكنحاولوا نبارطاجيو معكم الاجواء. كما كتشوفوا عودة المغاربة إلى الديار المهجر، دعوة أخوات سبحان الله. البحر هو خاوي، كل شيء يرجع. الدخول المدرسي قريب إن شاء الله، وشاطئ خاوي شبه خاوي، الناس قلال تبارك الله، سيرتو مع السبت والحد شوية خاوي، قليل بزاف ديال الناس اللي كيجيو. مشترى هاد دخلت، الجو راكم تشوفوا مغيم سبحان الله العظيم، الجو مغيم والبحر هايج تبارك الله. الجو سبحان الله، شوفوا البحر راه هايج بزاف كما كتشوفوا. شوف الموجة كانت كتضرب حتى لهنايا، ولا طراس باين، لا طراس، شوفوا لا طراس باش تعرف البحر كان هايج. شوف الموجة كانت كتضرب حتى لهنايا في مسافة تقريبا 7 ديال المترات ولا تقريبا 8 ديال الأمتار. نمشيو نشوفو الشط، شاطئ البحر كاب دولو، معروف غني عن التعريف. بارد، السما كي دايره سبحان الله العظيم. الجو ديال الشتاء